السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نخدموا لافابو، نركبوا نديروا لي لانستالاسيون ديالو. تابعوا معايا ان شاء الله من الاول حتى الاخر. نبداو ان شاء الله كيفاش غادي نديروا. غادي نديروا الفورما ديال الرمله والسيما باش نحطوها الدخان، ونقادوا البلاصه ديال لافابو وغادي ندريسيوها مزيان، وغادي نخدمو عاوتاني بالميزان كيفاش غادي نخدمو بيه باش نقادو الميال ديال الماء. ومن بعد غيبقى لينا السيفون. يلا تابعوا معايا ان شاء الله من أ حتى لزاد. دابا كنحاول نقاد الرخامه تجي طالعه شي شويه على نافابو من هنا. قادينا مهم، حنا قادينا الفورمه ندير هذه هي الاولى قاديتها، وبقات لينا عاوتاني الفورمه ندير هذه البلاصه هذه باش ما يجيش الفيديو طويل. بقات لينا دابا الفورمه ندير هذه البلاصه هذه او هذه البلاصه هذه. جيت نوريكم الاول غادي نطولوا بزاف الرخام. دابا بقى لينا فورما غادي نديرو هنا. مزيان غادي نجي هنايا، غادي تلعبو باش تشوفو الميال، اجي تشوفو الميال هنا. ولكن غادي الميال تما، عاوتاني غادي الميال، غنشوفو من هنا هاد الرخامة هاد الكبيرة. هادشي هذا راه أساسي، أي معلم غادي يخدم ليكم في الدار ولا أي معلم غادي يخدم ضروري ما غادي يشوف الميال ديال الرخام فين كيمشي ليه الما. ها هو بهاد الطريقة، هادي كنشوفها واش هنا فين غادي، يعني الما غادي يمشي لهيها القنت وغادي يمشي لهيها، من بعد غادي يمشي يدوز لهادشي هادشي اللي كاين. وهنا غادي نحاولو نجيبوه مقاد مع لافابو، نجي هنا مقاد الراس، فهمتي كيف ما كيبان ليكم راه عادي غير شوية باش الما يهود لافابو. صافي، هنا دابا نقاد ليكم الفورمة اللي بقات لاخرة هنا، نجيبو شوية الرملة شوية ديال السيما. هو الكلاب ديال الفورم هنا، دابا نخلطو الرملة مع السيما، عندنا غير شي شوية ديال السيما حيت غادي نديرو لها غير فورما، فين غادي نحطو فوق منها الرخام.
صافي هنا صوبناها القرن هادو والتاني قادو دابا في الرخام فيه مشكل هنا صافي دابا نمشيو نشوف
خرتي من بعد ما تسنيناها تنشف خليناها تنشف على مدة نهار. ودابا غادي نجيو نحطوها هنايا باش نكملوا الخدمة ديالنا ان شاء الله. باش نجي نشرح لكم، راه هاد السيمه هذه عاود تخدمتها، حيت ملي جيت نحطها ملي جيت ندير فيديو باش نحطها في البلاصه ديال اللافابو، مشى هذا تحيد ليا كامل، خرج من بلاصتو. ودابا راه حطيت خمسه ديال الحديدات، كون حطيتهم طوال من هنا حتى لهنا، خمسه بيازات حطيتهم طوال، حديدات ديال 10 ولا 12، شوفو نتوما اللي غادي يسلككم. المهم دابا غادي نبداو الخدمة وغادي نلصقها. دابا نشوفو لافابو لو بلاصمو ديالو كيفاش دايره باش نقادوه مزيان. حنا كيف ما كنشوفو هاد لاكاليتي ديال هاد لافابو عيانه، علاش؟ عطات واحد الكرش هنا، الطوله ديالها رقيقه بزاف ماشي غليظه، يعني فاش درت لها السيمه دغيا هودات لو بلاصمو ديالو هذا. نمشي لو بلاصمو، يعني ليبيسور ديالو ناقص بزاف. هنا نشوفو الميزان ديال الماء، فين هو الميزان؟ نشوفو الميزان ديال الماء اشنو كيعطينا هنا، يعني الرخام خصو يكون شويه عالي على هذا، ولا يكون قاد معاه. دابا خصنا نقادو هنا ونقادو في هاد البلاصه هادي عاده باش صافي. دابا لافابو تقريبا عشان هو هذا اللي مبرد ليه راسي هنايا. شي شوية في شي بلايص
الحمد لله قادين لافابو ركب. نشوفوا دابا الميزان. لا الميزان ضروري كما غادي تشوفوا هنا ها هو، يعني الميال هذا الماء غادي يدوز من هنا. ها انتم تشوفوا من هنا بشحال عالي واحد شويه. نشوفوا عاوتاني الجهه الاخرى. يعني هذا كيعني بلي كاين واحد شويه ديال الميال غادي لافابو مزيان. هادشي اللي بغينا، يعني لافابو كل الماء كيمشي هكذا والماء عاوتاني من هاد الرخامه هادي كيمشي هو الماء بحال هكا كيف ما كتشوفوا هنا. صافي هادشي اللي مهم عندنا. ولكن الماء كيف ما حنا شفنا الماء غادي يمشي من هاد الطريق هادي يمشي لهنا حتى عند لافابو لهيام، هو الى تخوى واش غادي يجي عندك هنا ولا غادي يمشي هنا باقي ما عرفناش. حنا نشوف كيفاش طوبي. ها هو شوف، يعني الماء غادي يمشي لهيا في هذا السونس غادي يمشي هكا، يعني غادي يمشي هكذا. واخا مزيان. شنو باقي لنا دابا؟ خاصنا دابا نقادو هاد الرخام هادي اللي بقات هنا. صافي دابا كملنا كلشي، كيبقى لينا نجمعو الدنيا كاملة ونديرو لها السيليكون من الطقابي اللي كاينين. صافي هادشي اللي كاين، غادي نخدمو بالسيليكون، نخدمو بالسيليكون علاش؟ باش نسدو به الفجوات ولا تقابل اللي شوفو نتوما شنو غتسميوهم. صافي دابا الحمد لله ركبنا لافابو، رجعي شي شويه لور شوفوا كيفاش جا الشكل ديالو. ركبنا تما لي سيليكون وصقنا مسحنا مزيان الحمد لله. بعدا جا لافابو زوين، كنتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم، واللي خاصها شي حاجه يكتبها لنا في كومونتير. دابا غادي نجربو الميال، نجيو نخولو ونشوفو الميال شنو غادي يعطينا. هادشي خصنا نخولو دابا الما ونشوفو الما فين كيمشي. نشوفو الما فين غادي يمشي. نشوفو الما فين غادي يمشي. شوفوا تابعوا معايا، تابعوا هانتوما كتبعوا الماء ملي كيمشي. صافي كيمشي ديريكت لافابو، كيمشي مع الطريق هادي. صافي وفي الاخر كيهود هنايا. نجربو عاوتاني هنا. ماشي هنا حيت كاينه هبطة، ولكن نشوفو هنا بلاتي هاهو كلو كيمشي، كيمشي مع هنايا. كاين هنا مشكلة هنايا، كاين ماشي مشكل حنا كنخدمو هنايا. صافي
شنو باقي عاوتاني نشوفو هنايا. هو كيمشي الماء كاين مشكل. صافي مشى عليها.